اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي يعني اتنين من نجوم الاهلي الصاعدين اللي بياخدوا تجربه مهمه جدا في زيسكوف التشيكي، تجربه الاحتراف. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، ما شاء الله ماشيين بخطى ثابته جدا وبيتالقوا وعاملين شغل اكثر من هائل. في البدايه بنرحب بمصطفى فوزي. منور يا كابتن مصطفى. منور يا كابتن. في البدايه انا سعيد بتواجدي معاك النهارده، وده شرف كبير لي ان انا اكون موجود هنا مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي. رحب بالكابتن ميدو حسام. نورك يا كابتن، والله مبسوط انا مع حضرتك وفي قناه بيت النادي الاهلي يعني. تمام، نبتدي الاول بمصطفى فوزي. قول لي بقى مصطفى البدايات، عايز اتكلم في البدايات. ما شاء الله دلوقتي انت راجل مهاجم بتلعب في زيسكوف التشيكي، بدايات مين اللي جابك النادي الاهلي او مين العين الخبيره اللي شافتك في الاول ورشحتك انك تنضم للنادي الاهلي؟ انا بدايتي كانت في البدايه خالص مع كابتن طارق عيسى في مركز شباب كفر البطيخ، وبعد كده رحت الكابتن سميح بلبوله مركز شباب دمياط. كابتن سميح طبعا يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه، شيخ المدربين. سميح ده خباك هو اللي اكتشف عصام الحضري. كابتن سميح شيخ المدربين في دمياط. يعني لو اتكلمت عليه العمر كله مش هدي له حقه الصراحه. تعب معايا واشتغل معايا وقدر ان هو يوصلني للنادي الاهلي. هو السبب ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. كان عندنا ماتش ودي مع النادي الاهلي، وبعد كده كان كابتن امين عرابي المدير الفني، وساعتها كان كابتن عمرو المجد وكابتن خالد جد الله مدير قطاع الناشئين، وكابتن خالد جد الله النائب. تمام، انت عندك 17 سنه؟ انا عندي 17 سنه. كان ماتش ودي والحمد لله في الماتش ده جبت جون، كنت عامل ماتش كويس جدا. الماتش خلص من هنا ولقيت كابتن عمرو المجد وكابتن امين بيتكلموا معاه وكابتن خالد جد الله مبروك، وكنت كويس في الماتش. ومضيت بعدها على طول بعد الماتش فورا، وانت في مدينه نصر بعد المباراه؟ في مدينه نصر على طول. خلصت الماتش، وحتى كابتن سميح كان عنده ماتش مع فريق 2006 في انبي. سابوني هم وراحوا الماتش بتاع انبي، وانا خلصت مضيت وكل حاجه وتمام ورحت لهم هناك بقى على طول عشان تروح تحتفل بقى معاهم.